أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة مع الدكتور بن شو محسن. اليوم سوف نتناول واحد الموضوع شوية غريب، ولكن يعني طبعا سيدنا علي كان قال الفقير في بلده غريب والغني الغريب في بلده. فطبعا يعني الإنسان دائما يكون متفائل والإنسان دائما يطمح الأفضل. فأنا تجوني بعد نوبة بعض الشباب، وجاني واحد الشاب علشان يعني تلقي يعني هذا اليوم هذا اللقاء معكم في هذا الموضوع ديال الهجرة، ولكن قانونية، لأن هو مثلا يعني خدام، ولكن خدام شي خدمة بسيطة وتيربح نوبة يخدم نوبة ما يخدمش، ولكن عنده الإخوان ديالو يعني في إنجلترا، وكاينين بعد نوبة تجوني حالات اللي مثلا في أوروبا يعني أو في أمريكا. طبعا انا تنقول له يعني انت اولى بعد النوبات يكونوا حالات من الادمان مدمنين. مثلا يعني عندي حاله ديال واحد السيد اللي ما في امريكا وهو في المغرب، ولكن يعني مدمن. وعندي حاله كذلك لواحد السيد مدمن هنايا ويما يعني في فرنسا. فتنقول له انت يعني شويه مجنون مهبول. تيقول لي علاش؟ تنقول له انت الحمد لله كنتي بعقلك مزيان هنايا، وشات التقار ديالك الصلاه والعباده الحمد لله، ويعني وخدام اللغات ديالك وما تستعمل لا مخدرات لا والو. يعني الام ديالك اللي مثلا اللي فرنسا تقدر تدبر عليك، اولا الاخوان ديالك اللي في انجلترا يدبروا عليك، اولا الام ديالك اللي في امريكا كذلك تدبر عليك. لان عندنا كثير من الشباب الحمد لله اللي عندهم اهالي كثير مثلا في اوروبا او لا في امريكا، واللي يقدر يهاجروا يعني بطريقه قانونيه بدون ما يبقوا عاطلين يعني في البلد. طبعا اذا كنت خدام الحمد لله في البلد ديالك في المغرب والامور بخير فالحمد لله، ولكن الا كانت بعد نوبات الشباب، بعض الشباب ما اجبروش واحد العمل وعندهم الاهالي ديالهم مثلا في اوروبا او في امريكا، هنا خصك ضروري تخدم اللغات ديالك، وخصوصا تحيد المخدرات، وتكون الشخصيه ديالك شخصيه متوازنه، باش اللي تلي بغى يساعدك مثلا ضروري يشوفك على انك مزيان، ما عندكش ما تتقسم شي مشاكل. الحين اذا كنت مثلا يعني واحد الانسان اللي مدمن وتتسبب المشاكل واضطرابات عندك في التصرفات ديالك، داك الانسان واخا تكون الام ديالك مثلا في اوروبا ولا في امريكا وبغى تجيبك ما راه تجيبكش. علاش؟ لانك يعني مدمن، وانك مثلا يعني عندك كثير من المشاكل. اذا هذه فرص بعد نوبه الانسان باش على انه يهاجر مثلا بطريقه قانونيه. ثم ان هناك مثلا كذلك بالنسبه للهجره القانونيه، يعني كثير من الشباب، انا عندي شباب مثلا، عندي واحد اللي يعني هاجر مثلا اليابان وكان تعرف على وحده وجات للمغرب وتزوج بها ومشات. عندي وحده كذلك تزوجت تبارك الله يعني في انجلترا ومشات عند زوج ديالها في انجلترا. وعندي واحد الحالة واحد السيد كذلك اللي تعرف على وحده نقولوا في برشلون وتزوجت وجات عنده وتزوج بها وداتو لبرشلون. وعندي وحده يعني كذلك يعني اللي هي نقولوا من فينيز وهو مغربي هنايا وكان تيخدم، ولكن يعني وقعت علاقه يعني بهم غراميه بين الشاب هنايا وبين السيده مثلا في فينيز، وجات وتزوجت به ومشات. اذا هنا كثير احيانا عندنا فرص باش اننا يعني نطمحوا للمستقبل، حسنا نخدموا اللغات، يعني اللغات تلعب دور مهم، وتكون التصرفات ديالنا مضبوطه والشخصيه ديالنا مضبوطه، وخصوصا ما كاينش المخدرات. فالحمد لله كما تيقول الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فتوكل الانسان يتوكل على الله، وان شاء الله باذن الله يكون الخير. فاهلا وسهلا مرحبا بكم، نتمنى دائما كذلك الاشتراك معنا يعني في صفحتنا الدكتور بن يشو محسن فيسبوك، انستغرام دكتور بن يشو، وفي اليوتيوب دكتور بن يشو. ونلتقي بكم ان شاء الله في حلقة جديدة مع الدكتور بن يشو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.